خربقانة المواقع الحياة زوينة الحمد لله، ولكن بالمواقف يا سلام. يمكن ما يكونش وقعوا لك هاد المواقف هذه. الموقف هو انك تكون جالس عادي مع عليك ما بيك حدا باك حدا خوك حدا عمك حتى كت لا لا والله انت كاينه بالله المشكل ماشي هو انك تعطس، المشكل ملي غتعطس وتقول الحمد لله وهو يقول لك رحمك الله، انت اش غتقول وانت عارفه؟ ولكن يلا بغيت نسد ديك اللقطه كتخالتك الكوشيه. الحمد لله رحمك الله ولدي ناري ما عرفتش واش نقول له، واش نقول له؟ البركه في راسك ولم شبعك باس ناري والله تعرت شتو باقي كيشوف فيا ناري ناري ان شاء الله حصل العسل. شنو ناري طلع البدر علينا يا طيبه الحمار ناس تقول شي واحد رحم الله يقولوا يهديكم الله ويصلح بالكم الحمار يا راس الطارو خنز. الناس كيقولوا يهديكم الله ويصلح بالكم، حفظوها مزيان، يهديكم الله ويصلح بالكم. الموقف الثاني هنا اخي العزيز اختي العزيز، ما عرفتش واش نصنفوا مع المواقف ولا نصنفوا مع الاحداث ولا نصنفوا مع وانا كتكون جالس مع عليك ما بيك كاع المواقف كتكون جالس بحال هكا لان مره ما كناش موقف عارفين طايرين وانا كتكون جالس مع عليك ما بيك شنو هو ما عليك ما بيك دمك حتى كيصوني على التليفون. المشكل ماشي في الصونات، المشكل ماشي في التليفونات. وي اختي امينه ما تقوليهاش لا اله الا الله محمد رسول الله انا لله وانا اليه راجعون. عدم الله اجرك طلع البدر علينا والبقاء اولئك اقوى. الوليده شقال قال خالتي امينه الوليد خالتك امينه ولي خالتك امينه والثاني يقول لي اش قال خالتي امينه مال خالتك امينه مسكينه اليوم هذاك الصطاد الحلوه اللي صيفطنا لها اليوم قلبوا لها داك الحمار ديال ولدها داك البغل داك الجغل خنز. تورتاخ البارون تورتاخ البارون بقاء للأقوى. يو المهم خوتي هنا الفيديو كيكون سهل علاش ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب كومونتير وما تنساوش تجيو عندي الانستغرام غادي نشوفوا فيه. تهلاو كركا 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 شويه.